السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. بس حبيت أشارككم برنامج تحويل الفيديوهات مجاني، لأني لاحظت أن في ناس تدور عن أبسط طريقة لتحويل ملفات الفيديو من نوع إلى آخر. بداية تروحون لموقع جوجل، تبحثون عن برنامج اسمه هاند بريك، تروحون صفحته الرئيسية وبعدين صفحة الداونلودز. من صفحة داونلودز على حسب السيستم، إذا كان ويندوز فتسوون داونلود ويندوز، وإذا ماك هنا موجودة ماك. بما أن جهازي ويندوز فنضغط ويندوز. بعد ما يخلص الداونلود راح تفتحون صفحة التثبيت، بعدين تضغطون نيكست نيكست انستول. بعد ما يخلص التثبيت تضغط فينيش، والآن تثبت البرنامج في جهازكم. تسوي سيرش البرنامج هاند بريك، وفي أكثر من طريقة الآن لإضافة الملفات اللي تبغى تحولها. يا أنك تضيف ملفات فيديو كاملة وعدد كبير من خلال اختيار الملف نفسه، أو أنك تسوي دراج اند دروب الفيديو، او انك تبحث عن الملف. كمثال راح استخدم ملف عندي في الفيديوز الان، هنا تيست. راح تشوفون الفيديو اللي اضفته، المدة، وتقدرون تحددون ايش نوع الملف اللي تبونه يتحول له. ومن هناك ديكم تحددون وين مكان الحفظ. فخلنا سيفه في الديسكتوب، سيف، بعدين ستارت انكود. زي ما تشوفون تحول عندي هنا، ويعطيكم الف عافيه. ان شاء الله فدتكم، ولا هنتو لايك وسبسكرايب لتعم الفائده. شكرا.